وش نعطيكم نظرة بعدين عاد نبدأ الموضوع. أول شيء السلام عليكم، أسأل الله يا رب يحفظنا وياكم جميعا وسلم. لم ننبه يعني لأن فيه من الناس اللي ممكن يجهل الشيء هذا، نحسن الظن ونقول يجهل الشيء هذا. إذا جيت لأي مكان تبشغل جهازك لقيت الشغل مرتب الشكل، لا تشغل جهازك. هذا مكان يعني ناس تعبت عليه وسوته وجمعت الحصى، يعني ما هي متى ما بغى يجي الرجال الحين وقت يعني كروين ووقت عبور. هذا انا بكيفي يا اخي قاعد البيت، ابجي شغل الساعه 1، ابجي شغل الساعه 2، ابي الساعه 4 الفجر كيفي. سو مثل هذا ما حد يقرب لك ولا يجيك. اما تجي تحط جهازك وتمشي، هذه ترى امر ما يصير يعني، ولا حتى من يعني يعني صراحه شيء يعني مخزي. عن شنو يعني؟ اني انا ما راح ارض حالي للكلام يعني، ما تسوى عليك يعني يجي يقولك ليش تحطه، ولا يطفي جهازك ويخليه تجي الصبح تدور جهازك ولا جهازك طافي وجهازي مشغله انا ولاقي عندي كراوين، وبعدين تقول لك مثلا الكروان ولا لك هدد ولا شيء. ما تسوى يا جماعه والله العظيم وبالله الله ما تكلم حرض على الناس ولا شيء، ولكن نبي الناس تستوعب، نبي الناس تفهم اللي يجهلون الشيء هذا، نبي الناس اللي يعني ممكن يتهبلون بعض من الناس يعني، يعني عادي عادي مو مجين كل يوم، مو مجين كيفهم. عاد المكان هذا دام ناس مرتبتها الشكل ما اقرب له حشمة الوجه انا، والله العظيم لقينا امكنه والله نقدر نشغل ونمره كل يوم، والله ما في صوت جهاز يشهد علي الله، ولكن انا ما تسوى علي احط جهازي، يمكن على حظي اليوم يكون جايين اهل المكان ويشغلون وبعدين يلقون جهازي موجود، والصبح اجي انا يعني نايم بالخلا ووضعي يوم وصل المكان ولا شيء لجهازي طفينه وعندهم هدد وهذا بعدين، ولا جيت ولا قالوا ليش شغل مكاننا، وممكن تسمع لك كلمه يعني قشره الله لا يبلانا يعني ولا شيء، بعدين ايش تسوى عليك؟ الواحد لازم كثر ما يقدر انه يبتعد عن الامور اللي يعني تمس كرامته. هتقول لا ما تمس يمكن تطيح لك بواحد يقول كلمه يعني يغبنك، فلا بد اذا شفت مكان نفس الشكل ما انت ملزوم. يبقى ترى الامر سهل، هجمع انا واسوي لي اي مكان ابيه، هرض الله واسع ولا الحمد. حنا يوم نسوي السوالف هذه ترى يعني القاع ضاقت عسى الله يرحمه ورحمته، يعني الامكنه كلها يعني كلها اجهزه الكويت يمكن من اولها لاخره كلها من بدايته الى السالم من بدايته الى اخره، هذا كله اجهزه. الوفره كذلك، الرتقه كذلك، مطربه كذلك، الرياح كذلك، يعني شبه الكويت كلها يعني. فالامر ما فيه لا شفت نفس الامور هذه ابتعد عنها افضل واحسن. عسى الله يوفقنا وياك وجميع المسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.